عاد حيا طيب هي كروت مكتوبه خلاص هي كروت مكتوبه وجاهزه خلى ثلاثه والله فطرت تعال جيان العزي مو جيان ايش فيكم تكسر خاطري كذا تعال جيان بوريك كروت شوف شوف حلوين صح يا حليلها ياس ياس تدري ليه تدري ليه لاني جبت التوقع صح والله انا ومين انت قلت انا لا ما قال انت الا قال لا قال شخصي تعال هباس بعد حي انت بعد حي هالزول تعال هباس انا بعد حي هالطخ وين رايح نواف ندم بسرعه نواف ترى انت العزي ليه العزي استنى ما تستانس ما استانس العزي انا ما ابو حظ اني اقوم العزي انا اجيب لك هديه ما العزي تكفى العزي ما دار لو مره خلاص ابشر ما خليك تاكل كيك اقسم بالله ما ابو لو امي تنزلني بستوري الواتس تكفى العزي انا ايش قلت العزي متى مثل لكن نقمت العزي معليش وخر ثلاجة الموتى دي شيلوا 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 العزي تكفى العزي يلا روح روح تعال نواف تعال شوف اوريك الشخصين يا الحين ما رديت لا انا وفطر اسمي ولا هذا الرجل واو يعني واو اجلس اجلس تعال سلطان حبيبي شيك انت لا تهتمني حبيبي خلاص بولي. انا قل حاضر تعال خلاص حلو صح يستاهلون يستاهلون والله تعال خالد وسلطان تعال خالد وسلطان طبعا هذا كرت الاول الله يطول عمره ابو الثاني الله يطول عمرك استاذ تعال شوف خالد خالد تعال الله حتى ترى يا مخرج حتى تطلع حط مخرج حاضر خلينا اخر اخر شباب الله يطول لي بالعمر والله فكر ايش ايش راح خلاص خلينا نخدي حطها صالون عيال صالون انا بس اشرب رسمي ليش اشرب رسمي دي خلينا ونعم يا ابو خالد يا حبيبي والله انا ما قصرت يا اخوان ما شاء الله الله يهنيكم ويزيدكم لكن كل يوم تاخذونها دايم احنا نشرب عصيرات بس وانا سكين تعال حاتم انت خالد امسك اصبر 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 فهمت عرفت يلا يا يلا يا كنترول يا مخرج يلا واحد حط يا مخرج اصبر واحد ملك واحد اثنين ثلاثة يا اخي استحيت يا اخوان استحيت طيب طبعا هذه يا شباب والله العظيم تستاهلون والله انا ابو خشمان واحد وهذا قدم هديه بسيطه لك يا خالد انت وحاتم والله تستاهلون واقل ما نقدم لكم هذا كيك وهذا عصيرات وقصوا كيك يلا خلناك بسرعه استعد الله يطول عمرك ابو خشمان وما قصرت الله يطول عمرك ابو خشمان الله يطول عمرك عجيب عطوا شيء فرصه تكلموا اول شيء والله العلي العظيم انه احرجني احراج ابو خشمان والله وش كنت بقول بعد والله العلي العظيم ان الله رزقني باخوان 27 اخو وسعد واذا ابدع خالد اقسم بالله العلي العظيم انه من اخوانه من اخوانك والله العلي العظيم شاعر مختلف يا عيال مره بيض الله وجيكم ان شاء الله ان شاء الله قريب بيض الله وجيكم الاهل انت وياهم حط كرت هنا حط كرت هنا عشان ناخذ الصوره ما ادري حط كرت مستعد أبقرأ إلى النجم خالد الروق استمر في إبداعك من عبد الرحمن خشمان يا سلام تستاهل ألف مبروك 200 مليون يا حاتم من عبد الرحمن خشمان يلا خذوا صورة الله يبارك فيك طول عمرك يا أبو خشمان خذوا صورة مع بعض تستاهلون تستاهلون يلا صورة صورة مخرج خالد وحاتم نواف شوي خليني أثبت خالد نواف بلا شوي يعني أبو مناح استمتع أنت دقيق قرب قرب دقيق رتب بسرعة بسرعة أيوه لفاء طيب والله لا اطلع معهم انا اصبر يلا خلاص تستاهلون والله ابو خشمان اذا تشوفنا الان الله يبيض وجهك ويرفع قدرك والله العظيم انك اسعدتنا جدا مو بس خالد و شوف بلا تعال 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 بلا تعطني تعال تعال خالد تعال خلاص اشتاقك كانه رقم شقه ها ها ها
والله ما ابدع الا منك انا بعد حيا ها سب ليه ليه مقصر العزي ليه احسن هي اللون اللون العيال اللي ما اخذوا يجون ياخذون اصبر اصبر اباك الوجه راح انجح تعال 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 ما راح انجح يا كمية سعادة راح انجح الله وراثة ما راح انجح تعال خلاص تعال كل يوم هدية كل يوم كيكة يلا ما في ايام اصبر انت اصبر انت ما راح انجح لا اصبر انت اصبر انت بتجيني هدية ما راح تجيني هدية عصاية والله هذا وجهك حاتم لا واحد واحد اسمعك يلا يلا حبلي راتب على كلت اذنه ما راح انجح كلت اذنه خالد لا وجهي خلوه خلوه الله يبرد على قلبك يا ابو حشمان حاتم ما راح انجح دور عيني 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 يا نفسي لا 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 ما راح انجح ما انجح يا يا راح انجح في الشباب ما ينجح اوكي كفنان اطوفكم أنا الحين معطيك الورد عشان تحت الكيكة فنانة كيكة أنت الفنان هذا ويش